سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أخي العزيز الكريم دكتور خليل زيود أعطاني وقتا طويلا، ولكن يعني مع كل هذه القامات التي تنتظرونها سيكون من الإجحاف أن أخذ هذا الوقت. سعيدة أن أكون مع كل هذه السعادات، وهذه السعادات أيضا في الجمهور. هؤلاء هم السعادات الحقيقية، هذه الأسماء التي ترونها أمامكم التي تسعدنا في عالم السياسة والفن والإعلام والأدب. سعادة صاحب كرمة العلي أستاذ أحمد حسن الحسن الذي تملك حروفه أجمل ما في الوطن وأجمل ما في الناس. سعادة نورس أبو صالح صاحب المعطف الكبير الحجم الذي إن حلمت بارتدائه وأنصحكم أن لا تحلموا بارتدائه فسوف تقع عليكم مسؤوليات الجسام. سعادة الأستاذ حسن أبو هنية الذي يزودنا بخرائط تساعدنا في قراءة التحولات في الزمان والمكان والإنسان. سعادة يحيى حوض الفندورة الذهبية الذي خلد وطنه ألما وألما وإبداعا، ونرجو أن يكون القادم بإذن الله حياة وازدهارا ونصرا. أما سعادة السعادات وشامة المنصة، وأنا عند النساء أفقد توازني وأزداد تحيزا، فالدكتورة زهراء الضبان الملهمة في الداخل والخارج، ملهمة على جبهة الداخل وملهمة على جبهة الخارج، ولكن يا دكتورة زهراء سأترك لك أن تحاكمي العتوم على عبارته الواردة في صفحة 150، وزعمتكم الرواية افتحوا 150، عندما يقول على لسان زيد دون انتقاد: وماذا في المرأة غير أن تحرك فيك ذلك الدم في القلب لكي تحبها؟ لا شيء. فحاكميك على في كل مجالس العتوم الأدبية أخي الدكتور خليل زيود. أنت سعادتي ممتنة للدكتور الأديب الكبير أيمن العتوم الذي قدمني قبل كل الألقاب ورأى في مجالسه الأدبية ربما خامة تصلح لأن تقدم قراءة نقدية، وفي هذا رسالة إنسانية أن ما يرفعك هو مضمونك قبل ألقابك، فقد يتأثى للإنسان ألقاب تعلو به وهو ليس من أهل العلوم. هي رسالة إنسانية أن تلزم من قدرك على بساط الفقر من كل الألقاب والدنيويات. هي رسالة إنسانية أن نتجاوز في قراءتنا مضامين السطح لنصبر غور المعاني وننتقل، وعندها سنرى الخاوية عامرة بإذن الله وسينشق لنا فجر الأمل من دجور الظلام. لا أستطيع عندما أتحدث عن روايات العتوم وأدبه بشكل عام إلا أن أقارب شيئا من موقف الناقد، ولكن في هذه الرواية يقدم أيمن العتوم إضافة نوعية للمكتبة العربية، وهو في تعرضه في جزء من هذه الرواية لأصحاب الحالات الخاصة خاصة قضية التوحد وكيفية تعامل المجتمع مع هذه الحالات، ثم طبعا يدخل بنا في متون الصراع الحياتي حتى يكون واقعيا بأن الحياة لا تعطي فسحة للراحة من أحد حتى وإن كانوا من أصحاب الحاجات الخاصة. إن الناظر إلى الخط البياهي التصاعدي في كتابات العتوم يرى قفزة ونقلات نوعية من بداية من أدب السير أو أدب السجون في صاحبي السجن، ثم يسمعون حسيسها، ثم انتقالا إلى الرواية التاريخية التي تستشرف المستقبل في حديث الجنود، ثم مرورا إلى الفانتازيا الرمزية في نفر من الجن، ثم في موضع شائك أو موضوع شائك وهو حوار الأديان في كلمة الله، ثم وصولا إلى ربما محاكمة الثورة دون أي تجميل في خاوية.
في روايات العتوم تجد ما فوق الأسلوب وما فوق الإبداع الأدبي، لأنه يقدم وصفاً دقيقاً لكل الأبعاد التي يراودنا الشك فيها. وأنا أذكر أنه في نقاشية مماثلة في رواية حديث الجنود قال: لقد قرأت مئات الكتب حتى أستطيع أن أقدم لكم حديث الجنود. وربما هذا ما حصل أيضاً في خاوية، وهذا يذكرنا أن الإلهام هو جزء من الإبداع، وأنه كما قال أينشتاين إن الإلهام واحد إن العبقرية عفواً إن العبقرية واحد بالمئة إلهام وتسعة وتسعين بالمئة عرق وتعب. إننا نرى في روايات العتوم هذا العرق والتعب ليقدم إلينا هذه النسخات الأدبية المتفرقة. في الخاوية نعود إلى سوريا مرة أخرى، إذ لا يبدو أن العتوم ينوي الشفاء من حبها ولا الشقاء بها. وهذا يذكرني بقيس في هوى ليلى، ولكن مع التصرف، عندما قال الشاعر: أتوب إليك يا رحمن مما عملت، فقد تكاثرت الذنوب، فأما عن هوى سوريا وتبكي عن كتابة عنها فإني لا أتوب. فهو يبدو أن العتوم لا ينوي أن يتوب عن الكتابة عن سوريا ولا عن هواها، ولكن وهذا إن شاء الله ما سأختم به، ما يؤلمني كقارئ هو حالة تكثيف الألم واليأس أحيانا والتشوهات أحيانا أخرى، ثم ابتسار مشهد الولادة والألم في مريقات ختامية بعد أن يكون القارئ قد أنهك من الإغراق في التفاصيل حتى وإن كانت حقيقية، إلا أن القارئ عندما يأخذ كتابا ليقرأه أو رواية ليقرأها لا يريد أن يسمع فقط ما يرد في نشرات الأخبار. إننا نهرب إلى الأدب كي نأخذ الدواء لا كي نزيد مرضا. إننا نهرب إلى الأدب كي نفتح النوافذ لا لكي ندفن في الملاجئ والمقابر. أما الأسئلة التي لم أجد لها جوابا للآن لا عند العتوم ولا عند غيره من الأدباء، هل رأينا في الحروب التي صنعها الإنسان حدودا أخلاقية يقف عندها إلا قلة قليلة؟ ولكن هل الحل في أن نركن للطغيان والاستبداد؟ هل تبدأ الثورة عفيفة ثم تغتصبها الحرب وتدنسها؟ هل نملك ونحن جالسون في الدعاء حق التنظير على من أفقد إنسانيتهم؟ ولكن ماذا عن إرث الإنسانية في الشوق إلى الكرامة والحرية؟ هل ننقلب عليه عندما يأتي صوبنا ونرفض دفع الكلفة والفاتورة الباهظة التي دفعتها الكثير من الشعوب؟ أليس من الخطر يا دكتور أيمن أن نثبت التفاصيل المرة والمشوهة في الكتابة في حرب ما زالت مفتوحة ولم تكتب صفحتها الأخيرة؟ هل دور الأديب أن يوثق أم يتغاضى؟ أليست الكتابة أخطر من سفك الدم أحيانا؟ فالدم يغسله الماء، ولكن نقطة الحبر على الورق تبقى ثابتة في الذاكرة. كل ما أعلمه أن من يستدعي الحرب أحمق، ولكن الأحمق من لا يواجه حربا قد فرضت عليه. ختاما، قال ستالين، أنا كثير أحيانا بستشهد بالأدباء الشيوعيين ولكن لا يعني أني تحولت إلى أن أصبح من أنفاق الحمى. ستالين يقول: الأدب يهندس الروح، الأدب يهندس الروح، ومن أولى بالهندسة من المهندس. إذا تجعلنا يا دكتور أسرى لحالة اليأس مهما كانت عقيمة، فالأمل من الإيمان، والإيمان طاقة محركة، ولسنا شواذا من التاريخ ولا بدعا من الشعوب. أرهقتنا مرة يا دكتور في يسمعون حسيسها، واتصلت بك وقلت أني لن أكمل القراءة، وكدت أرتكب ذات الخطيئة هذه المرة، ولكن لا أستطيع لأني أخاف أن يكون الحبكة في الزبدة في النهاية عفوا.
فهناك كاتب مهندس علمني أن أستمر حتى النهاية لأقرأ له، لأني في النهاية قد أجد عبارة تقول: الشوك الذي ملأ الحديقة المهجورة بلونه القاتم هو ذاته الذي أطلع الوردة. لا تكفر بالناس ولا تعطيهم كل ثقتك، آمن بالبذرة المغيبة في جوف الثرى، لكن هذه البذرة لن تشق التراب إلا إذا سقاها أحدهم بالماء. كونوا أنتم أول السقاة. إن رواية بها هذه الجملة: كن أنت أول السقاة، لكافية أن تحيل البلقع إلى روضة غناء، والهزيمة إلى نصر، والتشرم بإذن الله إلى وحدة. ليست خاوية، رواية بها عبارة خالدة تقول: كن أنت أول السقاة. ليست خاوية، رواية تقول أن أرضنا أرض المراحم وليست فقط أرض الملاحم. في هذا اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى موسى من الغرق، لابد أن نستبشر بنجاة الأمة من بحر الدماء ودوامة التفريق ومن كل الفراعنة الطغاة. كونوا أول السقاة، والسلام عليكم.